الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان الأستاذ المحلل السياسي باسل حسين. مرحبا بك أستاذ باسل. دعني أبدأ معك بالاجتماع الذي ضم رئاسة الوزراء والبرلمان وكذلك القضاء الأعلى، يعني ماذا سيختلف برأيك هذا الاجتماع عما قبله؟ هل سيقدم حلولا للمتظاهرين السلميين في بغداد وبقية المحافظات أيضا؟ بدل مساء الخير لك أخي الكريم وإلى مشاهدي الفلوج الكرام، حياك الله. لا أعتقد أن ثمت متغيرات كبيرة. صحيح أنا قبل قليل وأنا في الطريق استمعت إلى بعض حديث سيد عبد المهدي، يعني كان تبرير وأيضا وعد بإصلاحات، وذهب لأنه هناك سيحدث هناك فراغ وأن وجود الحكومة أفضل من الفراغ، وكلها تبريرات يعني من أجل الاستمرار في الوجود في السلطة. الأمر كان واضحا جدا، عملية الاستقالة لم تكن يعني عملية عراقية بحتة، وكلنا نعلم أثر التدخل الإيراني في عدم استقالة عبد المهدي، هذا أمر واضح لا شك فيه. مسألة الإصلاحات، أي إصلاحات؟ اليوم أنا قرأت لجنة لتشكيل أو لتعديل الدستور، إذا هذه الإصلاحات مثل لجنة تعديل الدستور وقهر البرلمان، والله يعني أقرأ السلام على هكذا إصلاحات. لا أعتقد أنه ثمت يعني محاولة فعلية لإصلاح، وكلها محاولة شراء وقت. إحنا لو استمعنا إلى جيدا إلى خطاب عبد المهدي والحكومة، كانت تقول ما في تعيين لأنه عندنا ارتباطات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسسات البيكنودز وعندنا ارتباطات وإلى آخره، ثم يأتي بعد المتظاهرات ويعيد 100,000 الجيش ويعيد آلاف وعشرات الآلاف ويفتح فرص تعيين. يعني أما كانت الأولى يعني غير دقيقة وغير صحيحة وهناك كذب على الشعب، أو الثانية كان هي مسألة ارتجالية لشراء الوقت، يعني طيب. بالحالتين هي ليست لصالحهم، وبالتالي أنا لا أعتقد هناك إصلاحات فعلية، مجرد محاولة شراء وقت ورشوة الجمهور. طيب سيد باسل، يعني دعني أنتقل معك إلى نقطة أخرى. مجلس القضاء الأعلى، ما دمنا نتحدث عن مجلس القضاء الأعلى، تطرق إلى احتساب المعتدي على الممتلكات العامة ومحاسبته وفق المادة 4 إرهاب. المتظاهر أو المعتدي يعني بصورة خاصة سوف يحاسب وفق المادة 4 إرهاب إذا أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، لكنه لم يتكلم في الوقت ذاته عن محاسبة المتسببين بوقوع ضحايا وجرحى بين صفوف المتظاهرين. برأيك ألن يعمق ذلك من جراح المتظاهرين؟ ألن يقف ذلك حائلا أمام تحقيق مطالب المحتجين؟ الصلاحيات المجلس القضاء واضحة جدا، وضوح الشمس وفق المواد اللي أعتقد 89 و92 و90 و92 اللي خاصة ممكن أعتقد مواد 89 إذا أكون دقيق. مجلس القضاء ليس من صلاحية التشريع، حينما يعني تضم في لحظة متظاهرين إلى 4 إرهاب وكأنما أنت شرعت، وهذا غير صحيح. ليس من صلاحية مجلس القضاء أن يعني يشرع ويضم شريحة بحجة وجود نص، هذا يعني تعسف في تفسير النص، وأنا لا أتفق مع مجلس القضاء غير موفق يعني في هذا المجال. إذا أرادوا ليذهبوا عملية التشريع، أما القول أنه إضافتهم إلى 4 إرهاب هذا لا أعتقد أنه موفق، لأنه كأنما مجلس القضاء يشرع يحتل يعني وظيفة البرلمان، وهذا غير صحيح. يعني أنا أستغرب حقيقة جدا أن يقوم مجلس القضاء يعني بهذا الأمر، إضافة إلى ما تفضلت به يعني حضرتك، وهذا يعني حقيقة يضر القضاء، ولا أتمنى من القضاء أن يدخل في هذه يعني المسألة لأنه فيها اعتبارات سياسية وأخرى، والقضاء ينبغي أن يكون يعني بعيدا عن التجاذبات السياسية. طيب ألا ترى أنه من النظر أنه يعني كأنه نظر بعين واحدة يعني محاسبة المعتدين على الممتلكات العامة أو من يوصفون بذلك، وغض النظر عن التحقيقات أو البوح بتحقيقات إن كانت هناك تحقيقات يعني بسبب تعرض بعض المتظاهرين لحالات وإصابات خطيرة وبعضهم قد قتلوا، يعني ألا يعد ذلك ازدواجية نوعا ما؟
أنا أعتقد الآن نحن ندور في حالة من الحيرة وربما نوع من الارتجالية البعيدة عن المؤسساتية. حينما تضع الإطار المؤسساتي وتفكر بعقلانية المؤسسة، لأنه يعني المجلس قضاء أو غير المؤسسات مو أفراد حتى يمكن أنه تتصرف وفق ارتجال أو عاطفة أو إلى آخره. لا، المؤسسات تتصرف بمنتهى الدقة ومنتهى الحظر ومنتهى الكياسة، وأن تكون أكثر يعني حذرا، وترجع للمدارس القانونية والقضائية وإلى آخره، مو قرار ارتجالي رأسا. يعني هذا هو اللي يعني حقيقة احنا نأسف إليه. طيب من المفترض أن تفكير المؤسسات يختلف عن تفكير الأفراد، طيب أستاذ، مرارها نعم، وكأنما هو تفكير أفراد. يعني عذرا عن المقاطعة أستاذ باسل، لكن برأيك إلى أين ستؤدي اتساع دائرة الاعتصامات والإضرابات النقابية؟ حقيقة الإضرابات احنا حتى يعني أنا نزل شيء مهم يخفى على البال، لأنه دائما يتم تأكيد أن الإضرابات مخالفة وفق المادة 364 من قانون العقوبات لسنة، قانون العقوبات 111 لسنة 1969. صحيح النص موجود، لكن ما حد انتبه أنه قانون إدارة الدولة حينما سمح بالإضرابات فإنه يعني أصبح ملغيا بحكم الملغية، لأنه قانون إدارة الدولة حكم المادة السابقة، ثم جاء الدستور مادة 38 ليوردها ضمنيا، ثم جاء قانون العمل لسنة ألف قانون رقم العمل 37 لسنة 2015 في المادة 162 أجاز الإضراب. ويعني هذا اما انه دولتين احنا عندنا قانون يعني تضارب، انه واحد يمنع وقانون يسمح. يعني هذه وهذا احد مهازل التشريعات حقيقه في العراق، لا توجد يعني منظومه متكامله. نعم لكن الـ 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 الاضراب حق، والنقابات حينما تمارس حق موجوده في قانون العمل وموجود في القوانين العراقيه، واصبح الماده 364 بحكم طيب الملغيه. طيب يعني دوليا، دعني أنتقل معك إلى سؤال أخير. السفارة البريطانية رفضت اليوم العنف ضد المتظاهرين، يعني ما هو الموقف، كيف تقرؤون موقف المجتمع الدولي حيال التطورات الحاصلة في العراق؟ الشباب بدأوا الثار يتحصل على شرعية داخلية بالالتفاف الداخلي وحجم كتلة الالتفاف المجتمعية، إضافة إلى الشرعية الدولية. الآن الشرعية الدولية كلها أيضا مع الشباب. هنالك تصريح الآن السفير البريطاني، هناك تصريح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو قبل فترة، أيضا ممثلة الأمم المتحدة إدانت العنف بشدة، وبذلك الشباب أيضا تحصلوا شرعية دولية ليست فقط أيضا شرعية داخلية. ومن هنا أنا أعتقد هناك هذا الزخم يدفع الشباب للمزيد من التمسك مع مطالبهم. نعم. مشكلة السلطة أنها بعيدة عن التفاعل مع الشباب، تحاول شراء الوقت ودون اللجوء إلى حلول جذرية، نعم. مجرد محاولة شراء وقت. إذن السيد باسل الحسين الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان، شكرا جزيلا لك.